طبعا اليوم طبعا الاخير من تدريبات اساسيات فن الحوار والمناظره التي دامت لمده 4 ايام. التدريبات طبعا من مشروع ماراثون المناظرات تحت تنظيم وتنسيق نادي سبها للحوار والمناظره. قمنا بتدريب مجموعه 25 متدرب لتعليمهم فن الحوار والمناظره وتأسيس مجموعة من المتناظرين داخل مدينة غات. والموضوع الأساسي والبند الأساسي من إقامة هذه التدريبات هي لإقامة نادي غات للحوار والمناظرة في الفترة القادمة والخوض في مجال المناظرة لكل المتدربين على الصعيد المحلي والدولي. إن شاء الله نشوفوا هذه المجموعة من الشباب المتحصلين على هذه التدريبات في أيام القادمة إن شاء الله من ضمن بطولات محلية ودولية. نتمنى دائما دعم هذه الشباب بمزيد من هذه الدورات لاكتساب مجموعة من الخبرات التي تساعدهم في حياتهم المهنية والعملية. ساعدنا أيضا المناظرة على تطوير القدرة والتفكير المنطقي واكتساب الخبرة وتعزيز الثقة بالنفس، وساعدنا أيضا على تطوير مهارة الكتابة والحوار وشجعنا على روح البحث والقراءة.